اليوم راح نحكي عن فيلم درامي واكشن، عنوان الفيلم فوكس تروت 6. يبدأ الفيلم بتقرير اخباري عن انهيار الاقتصاد العالمي، ومع ارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل كبير بسبب نقص الغذاء على نطاق واسع. وأعلن رئيسهم الأصغر أندرا اللي تم انتخابه عن مهمته بمساعدة المبادرة العالمية الجديدة للوقاية من الجوع، وتعهدت اندونيسيا تصير أكبر سلة غذاء بالعالم. وبعام 2019 التقى أنكا بحبيبته الصحفية ساري وعرض عليها الزواج، وطلبت منه ينتظر موافقة أمها وأبوها. بعدها غادرت إلى سولو ويا فريق التلفزيوني حتى تقابل الرئيس أندرا بمقابلة فردية. وبحلول عام 2031 راح تكون اندونيسيا دولة متقدمة جدا، وصار انكا حاليا عضو بالكونغرس، وبعدها يرغب بالزواج من حبيبته ساري. ولسوء الحظ بيوم مقابلتها صارت ثورة بقيادة بيرناس، واثناء الثورة اختفت ساري والرئيس اندرا وناس هواي، والواضح انه ماتوا. بعدها تم الكشف انه انكا كان جندي سابق من المشاة البحرية الاندونيسية، والواضح انه اندونيسيا صارت تحت سيطرة حزب سياسي فاسد معروف باسم حزب بيرناس، واللي يمتلك قوة امنية خاصة معروفة باسم جيرام، ومهمته يقمع الناس وقتلهم. ونتعرف على امرأة اسمها الرقيبة ريا، وتبين انه انكا كتب قانون المزارعين اللي وقع الرئيس حتى يصير قانون، وسمح هذا القانون لاسماك البيرانا باحتكار توزيع المخزون الغذائي الاندونيسي، وهذا الشيء ادى الى ارتفاع حالة المجاعة بالبلاد. وبسبب هذا الشيء تمت دعوة انكا لاجتماع سري بمقر بيراناس، والتقى انكا برئيسه سونكادا، وكان واحد من نخبة كادر بيراناس وعضو مجلس الشيوخ. وبالداخل التقى انكا بالفرسان الاربعة لحزب بيراناس، واللي هم احمد بارونة رئيس بيراناس، والرئيس الحالي لاندونيسيا، والثاني لاكسونو مدير الاعلام ورئيس شؤون دعاية البيراناس، والثالث الجنرال عدنان قائد شبه عسكري الجيرام، والرابع فرويد باسكورو زعيم حزب بيراناس. ويقول لهم انكا ان الجمهور قام ما يثق بالحكومة بسبب الازمات الغذائية والاقتصادية، وانه اكو قوة اسمها الاصلاح بدت بالصعود، والاصلاح هي جماعة متمردة سرية وتسعى للحصول على التعاطف الشعبي وتفير الامل للفقراء. ومع تزايد قوة الحزب اقترح انكا نهج عسكري للتعامل ويا المتمردين، ومشروع عمليات سوداء اسمه القانون البطولي من اجل القضاء على حركة الاصلاح. ووعدهم انه حركة التمرد راح تنتهي وراح تتحسن صورة الحزب. وخلال الاجتماع طلب انكا رسوم قدرها 1% من ايرادات بيراناس السنوية، وبعدها اتلقى انكا تأكيد من اجل تدمير مهمة الاصلاح، وطلب منه ما يقود فرقته للموت، ولازم ينفذ العملية سوى ويا ويسنو وولف. وكان انكا غير راضي على اختيارهم، لان يعرف انه شركة السابق ويسنو عنده سجل سيء وميول عدوانية. وبعدها قرر انكا يسافر للمقر السري لشركة جيرما، وقدم اقتراح القدوم ويسنو وفرح ويسنو بهذا الشيء. واظهر الانكا احد الادوات القتالية اللي لابسها كيكو، وهنا صار جدال بينهم، وسحب ويسنو بندقيته على انكا. وبالاذن لاحظ انكا اقتراب طائرة بدون طيار تراقبهم، وويسنو امر رجاله بمطاردة هاي الطائرة. ومطلع انكا من المبنى لاحظ شخصية مقنعة غامضة تتحكم بالطائرة اللي بدون طيار، وهنا هرب الرجل من المكان، وصار انكا يهدد الرجل بالسلاح، وصار قتال بينهم، وقدر الرجل المقنع يضرب انكا ويوقعه على الارض. بعدها اخذ المقنع انكا لمقرهم، وقابل انكا جماعة الرجل الملثمين، وبدأ انكا يقاتلهم وحاول يهرب. وبهالاثناء وقفته حبيبته ساري، واللي اعتقد انكا انه هي ماتت، وسألته شنو اللي يعرفه ويسنو عنه، لكن انكا ما يجاوب. وحاول انكا يقنعها تروح وياه، لكن ساري تقول انا اعرف بيك، انت عضو جماعة اسماك البيرانة، وانا اعرف افعالهم العدوانية. وخلال نقاشهم ظهرت بنية صغيرة اسمها ديندا، وقالت لساري ديندا هي بنتنا. وقالت ساري من عرفت بتورطك كان اندرا مهدد، لذلك رحنا تحت الارض وقضينا سنوات حتى نبني الاصلاح سوية. وانصدم انكا من هذا الكلام، وما صدق انه ساري هي اللي بدت حركة الاصلاح، لكن قالت لساري قدروا يلعبون بعقلك وخلوك تصدق باكاذيبهم. وهنا لاحظ سبيك الرجل المقنع اللي شفناه سابقا وجود خطأ، ونصح الجميع بالمغادرة فورا. وفجأة انقطعت الكهرباء بشكل غير متوقع، واتضح انه انكا كان ملاحق من قبل شخص لابس ملابس غير مرئية. وبعد فترة من الوقت اقتحم ويسنو قواته الموقع وقتلوا القوات المتمردة، واعلن ويسنو انه انكا متعاون ويا جماعة الاصلاح وخائن للبلاد. بعدها هربوا انكا وساري وديندا والسبيك، ووصلوا المقر القوات المتمردة
بمركز تجاري غير مستخدم، ودخل انكي ولاحظ تجمع عدد كبير للاشخاص اللي لجأوا لهذا المكان، وشاف الرئيس السابق اندرا، واتضح انه اندرا هو زعيم المتمردين. واندرا اخذ انكي وقال له هذول الاشخاص بعدهم لحد الان يعتقدون اني بعدني اقدر اقود اندونيسيا مرة ثانية. واتصل انكي بسونكادا، وكان الشخص الوحيد اللي يثق به انكي، وبلغه انه لقى ساري وبعدها عايشة، لكن رغم هالشي ما قدر سونكادا يساعده، وقال له انت حاليا موجود بقائمة القتل الخاصة بجيرما. وهنا حس انكي بغلطه وقرر يساعد الناس، وتولى زمام الامور ويا سبيك، وشكلوا قوة قتالية خاصة ضد جماعة اسماك البيرانا، والتقوا انكي وسبيك بالاشخاص الاربعة واحد ورا الثاني، والتقوا باول واحد واللي هو اوجي، ورفض الانضمام وياهم بالبداية، لكن بالاخير وافق بعد اقناع امه. وبعدها التقوا ببراء اللي وافق على الانضمام لهم بدون تردد، والتقوا بتينو وطلب منه الانضمام، لكن تينو طلب منهم حصته من المهمة السابقة، لذلك قرر انكا ينطي ساعته الغالية الثمن كدفعة مقدمة، وانطى ربع المؤن اللي بمخبأهم. والتقوا بالرابع واللي هو ايثان، وطلبوا منه اقتراق خادم بيراناس، وبالتالي قدروا يكتشفون خطة بيراناس، وكانوا يخططون بعض كبار الاعضاء غدا، ومن ضمنهم سونكادا، وراح يلومون جماعة الإصلاح على هاي العملية، وبالتالي راح تصير إبادة جماعية بموافقة الدولة ضد أي شخص يعارض جماعة أسماك البيرانا. وبسبب حماقة إيثان قدرت فرقة أولا وفرقة الموت من تتبعهم، والحسن الحظ حذرهم سبيك وقرروا الهروب وتدمير كمبيوتر إيثان لإزالة الأدلة. ومع ذلك عثرت أولا على صورة جماعية قديمة لأعضاء فوكستروت الخمسة، وهذا الشيء خلاها تتعرف عليهم. بعدها اجتمعوا الرجال الستة بالمركز التجاري القديم المقر الإصلاحيين، وعطوا خطة لمنع إعدام السيناتور واللي راح ينفذها وولف، وثانيهم قوات بيراناس وقيادة ويسنو وقفت قافلة من أعضاء مجلس الشيوخ، وبدأوا بإطلاق النار عليهم. والحسن الحظ تم إنقاذ أعضاء مجلس الشيوخ من قبل أنكا وجماعة الخمسة، وقرروا نقل المقر جماعة الإصلاح، لكن قوات ويسنو استولت على المركز التجاري مالتهم وحاصروهم، وهدد ويسنو بقطع رأس ساري إذا ما ألقوا أسلحتهم، وشنق ويسنو جميع أعضاء مجلس الشيوخ بوحشية، واستخدم موتهم كدليل كاذب للتحريض على الإبادة الجماعية اللي تقرها الدولة بيرناس وأضعاف الشرعية عليها. لذلك تم إعدام أعضاء مجلس الشيوخ السبعة قدام عين جماعة الإصلاح اللي نقضوهم. بعدها استدعى ويسنو أنكا واندرا ومجموعة من المدنيين، وويسنو خدع أنكا حتى يعرف منه كلمة مرور القنبلة المزروعة بجميع أنحاء المبنى، وقال له لازم تختار تنقذ بنتك أو ساري. وهنا غدر ويسنو وجماعته وتركوا ساري محاطة بالنيران، وهنا رجال أنكا خدعوا الحراس وضربوهم وقرروا الهروب. وحاول أنكا ينقذ ساري أول شيء، لكن القنبلة المزروعة على عمود المصعد انفجرت وتسببت بسقوط المصعد بسرعة، والحسن الحظ قدرت ديندا توقف المصعد عن طريق توصيل الأسلاك وتفعيل زر الطوارئ بالمصعد. وبهالأثناء وقعت ساري من المبنى، وحاول أنكا ينقذها وقدرت تتمسك بالحبل، لكن من سمع الصوت صراخ ديندا طلبت من أنكا يعتني ببنتهم، وقررت تقطع الحبل وضحت بنفسها من أجل حياة أنكا وبنتها. وهنا ديندا نادت على أنكا وطلبت منه يروح للدرج الطوارئ، وبعد ما قدر أنكا ينقذ الجميع وقع داخل المصعد وتحاصر هو وديندا، والحسن الحظ ساعدهم واحد من أصدقائهم وشمر لهم حبل وسحبهم من عمود المصعد. ومن ناحية ثانية قررت الرقيبة ريا تساعد أنكا وجماعته، وبالليل تم استخدام وسائل الإعلام البيرانة حتى يدزون مقطع فيديو إلى جميع أنحاء البلاد، ويظهر الفيديو أعضاء مجلس الشيوخ جايين قتلون ويلومون جماعة الإصلاح. بعدها بلغ سبيك مشاة البحرية الإندونيسية وأرسل قوات لمساعدة الناجين، وريا اللي هي سائقة أنكا والحارس الشخصي العضو الكونغرس اتضح أنه هي واحدة من المشاة البحرية. وصار جدال بين أنكا وتينو بخصوص تصرفهم القادم، وبالأخير وافق تينو على القتال، وبمساعدة ريا قدروا يحصلون على ستة من المعدات العسكرية، وبالتالي انطلقوا الفريق للمهمة الانتحارية من أجل إقالة الرئيس أحمد بارونا، وقرروا يستخدمون طائرة مقاتلة وراحوا مباشرة البرج بيراناس، وقرروا يقفزون من ارتفاع كبير حتى يتجنبون الكمين مال العدو، وكان هدفهم الحصول على شريط اعتراف حتى ينهون كل هاي الفوضى. وبنفس الوقت تم إعلان أحكام العرفية بجميع أنحاء البلاد. ومن ناحية ثانية كملوا الجنود الستة طريقهم البرج بيراناس، وقدر إيثان يوصل لغرفة التحكم وأوقف تشغيل الأنظمة الكهربائية والأمنية للمبنى، وفتح كل الأبواب للوصول إلى غرفة كبار الشخصيات. بعدها حضروا تينو وأوجي المتفجرات
اللي راح يتم استخدامها لتدمير البرج، وباعتبار شبيك قناصهم راح يكون هو عيونهم. وبنفس الوقت كان انكا وبارا واقفين بالباب، ولسوء الحظ اكتشف قوات وزنه موقع إيثان ونصبوا له كمين، لذلك قرر أوجي يفجر القنابل حتى يشتت انتباه رجال وزنه، بينما كان بارا يقاتل قوات البيرانا اللي وصلت بعدات كبيرة. أو كان تينو وأوجي على وشك دخول المبنى، لكن لقوا نفسهم مقاتلة روبوت كودياك القتالي على الدرج، وكان سبيك يساعدهم ويطلق النار حتى يعمي الكاميرات مع الريبوت، واستغل أوجي الفرصة وطعن راس كودياك، لكن لسوء الحظ تم اطلاق النار على أوجي ومات. وصار قتال على سطح المبنى بين قوات سبيك وقوات بيراناس، وقدر سبيك يقتلهم كلهم، ومن ضمنهم الجندي اللي يلبس ملابس غير مرئية واللي شفناه بداية الفيلم. وهنا دخل أنكا المصعد وحاول تينو يصرف انتباه الجنرال بعيد عنهم، وبهالأثناء تمت محاصرة أنكا، وكان إيثان يساعده ولبس بدلة كودياك القتالية. بعدها دخلوا الفرقة كبار الشخصيات، وكان هينكي هو الشخص الوحيد الموجود، وأنكا جبر هينكي على الاعتراف بشكل علني بمؤامرات بيراناس. لكن فجأة تم اطلاق النار على رأس هينكي من قبل جماعة أسماك البيرانا، وويسنو طعن إيثان من الخلف، وقرر أنكا يفجر السقف ويدفن ويسنو. وصار قتال بين أنكا وويسنو على مهبط طائرات الهليكوبتر، وأطلق ويسنو رصاصته الأخيرة على أنكا وصار يسخر منه. بعدها أعلن أحمد بارونا قانون للناس يسمح لهم قتل أي عضو من الإصلاحيين وكل اللي يعارضون البيرانا. وبعد فترة ظهر فيديو لأحمد، وكانت كاميرا أنكا مسجلة محادثة أحمد وأنكا واللي سجلها إيثان قبل وفاته مباشرة، وكان الفيديو موجود على قناة بث الطوارئ الحصرية البيراناس، لذلك ما يقدرون يوقفوه. ومن عرفوا الجمهور اللي صار انخفض الدعم العام للبيراناس، وصاروا الناس غاضبين بسبب أكاذيب الحكومة. وحاول ويسنو ورجاله الهروب من مقر بيراناس اللي جاي يحترق، وشافوا عدد من الرجال الغاضبين بطريقهم، وقدروا الرجال الغاضبين يقتلون ويسنو ورجاله بوحشية. وبعد أسبوع وبسبب الفيديو اللي انتشر على نطاق واسع لاعتراف الرئيس، تم تصنيف حزب وإدارة بيراناس على أنه هو مشتبه بيهم، وراح يتم محاكمتهم أمام المحكمة العليا الدولية الأسبوع المقبل، وراح يتم الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. وقدرت وسائل الإعلام تتبع هوية إيثان باعتباره قام بتحميل فيديو واسع الانتشار واعتبروه بطل. وبهالأثناء حضر أنكا وبارا جنازة ساري وهي جنازات بقية الجنود اللي سقطوا بالمعركة، ومنهم أوجي وإيثان. وسوى أنكا تابوت وحط بيه بنطقية سبيك اللي ما قدروا يلقون جثته. ومن ناحية ثانية تم إطلاق سراح تينو بكفالة وقرر الرحيل. وخلال الاحتجاج سلمي التقى أنكا وبنته مرة ثانية، وقرروا المغادرة إلى أندونيسيا. وما حس ديندا بالخوف من اليوم ورايح لأن صارت حرة. وينتهي الفيلم قاعدة مشاة البحرية الأمريكية، واتضح أنه سبيك بعد عايش. وأثناء وصوله للطائرة استقبلوه مشاة البحرية، وهذا الشيء يبين أنه سبيك هو عميل بالمشاة البحرية الأمريكية. وهنا تكون نهاية الفيلم. أتمنى يكون الفيلم عجبكم، لا تنسون الاشتراك بالقناة، ونشوفكم بالأفلام الجاي. مع السلامة.